ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدتي عزيز، بس الكاميرا كانت لسه بس ايه، هي ما لحقتنيش وانا نازله. يا جماعه سرعوا معايا شويه واحنا داخلين. معانا ضيفه لذيذه كده الصراحه، عامله براند اسمه عجبني قوي، اسمه قماشه. هي قماشه كده تاخد وتدي، هبه عادل نورانا. اشمعنى قماشه؟ ما اعرفش، كنت بدور على اسماء يعني اسم يبقى كاتشي كده، يعني حلو كده وياخد الناس تاخد بالها منه ويكون فيه من المنتج بتاعي، فاكتر حاجه هي القماش. ايوه، ليه مش قماشتي، قماشتكم، قماشتنا كلنا؟ مش عارفه. عجبني. بس هو حلو، هو حلو وملفت كده. يعني هم فريق عادل لما قالوا لي قماشه قلت لهم ها قماشه واحده ولا؟ واو، كمان بالعاميه مش قاف، يعني بتتكتب زي ما بتتنطق يعني. طب احنا مبدئيا كده قبل ما نتكلم مع الاستاذه هبه، احنا معانا ست اسايم شيرة. نديها الاسيمه ناخد القطعه اللي احنا عايزينها يا هبه. عايزينها والله. الله العظيم. بصي ها لا قماشه هو براند ملابس ايه؟ بصي، هو انا لما بدات قماشه كان في عجز فظيع في السوق ان انا انزل اجيب لنفسي قطعه هدوم، قطعه واحده البسها كمحجبه. اوكي. فانا بصراحه لما بدات كنت عايزه اخدم الناس المحجبات، مش عارفه خالص انزل اجيب حاجه بسرعه واروح الا لما تكون نص كم او ضيقه او قصيره. لا، انا عايزه البس حاجه تبقى شيك وحشمه، وفي نفس الوقت ما بقاش شكلي غريب، مش ملزقه الحاجه في بعضها. انا مش عايزه اقص والزق، انا عايزه ابقى لابسه قطعه حلوه وابقى مشرفه، ابقى واجهه مشرفه لاي بنت محجبه يعني. اوكي. فقلت لا، انا يعني ليه العذاب ده، واللي حواليا بصراحه شجعوني وبدات. برافو. بقالك سنه؟ لا، بقالي 3 سنين بس وقفت في النص شويه كده. انا اللي انا عارفه انت بقالك سنه. الحمد لله، من سنه بقى ابتدت الدنيا تظبط. لكن يعني انت اصلا قماشه بقى لها 3 سنين. اوكي. ما حلاوتك، بص بقى واحنا بنتكلم مع بيبو دلوقتي كل الحاجات شغاله جنبنا وحاجاتها حلوه حلاوه. بامانه كده، عشان انا السؤال ده عمري في حياتي ما سالته لحد. اتفضلي. ست شكلك صريحه ودغري كده وهتجاوبيني. لا، ما تقلقيش. الالوان اللي انت بتختاريها، الالوان اللي انت بتحبيها ولا الوان الموضه ولا الوان اللي الناس بتقول لك عليها؟ اقول لك اللي بجد. اللي بجد. بصي، بختار اللي انا بحبه. أيوة. لو علق مع الناس بكمل، لو لقيت ليهم اي طلبات تانية بحط في النص شويه، بس لازم يبقى ذوقي طابع على الموضوع. سؤال تاني وبامانه برضو، الحاجات اللي انت بتحبيها يعني عملت مع الناس شغل ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله تمام. يعني ما كانتش في ناس تقول لك طب فتحي شويه الالوان، غمقي شويه؟ لا، اصل انا معظم الالوان بتاعتي اللي هي اللي بيقولوا عليها الاساسيه يعني. وساعات اعمل حاجه مفرقعه، ساعات احط لون اصفر، ساعات كده، بس لازم يبقى فيه الالوان الاساسيه اللي احنا بنحبها. كمحجبات في مصر، ايه اكتر، او يعني في الوطن العربي، ايه اكتر الالوان اللي الست المحجبه بتشتريها؟ اكتر الوان البيج والابيض يعني الابيض بيخافوا منه وانا بحطه لهم وبيحبوه وبيشوفوه بينبهروا، بس دايما بيخافوا انه يطلع شفاف او يبقى فيه حاجه بلاقي لهم حل يعني. والاسود الاساسيات. طيب ناخد اول اسم. اول اسم ايه؟ اول حد معايا سميحه. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ إيه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا عمر؟ ربنا يسعدك. الحمد لله يا حبيبتي. انا مبسوطه جدا اكلم في حضرتك. انا الشرف ليا يا روح قلبي. سميحه، احنا شفنا الحاجات، الازياء والحركات والتصميمات بتاعت قماشه اللي كانت على الشاشه دلوقتي. احنا دلوقتي كسبنا اسيمه شراء. حضرتك هتاخديها تديها القماشه، تاخدي بدلها اللي انت عايزاه. اتفقنا؟ تمام يا حبيبي. مبروك عليك يا روح قلبي. ادي اول واحده من الست. طيب اعمار الناس اللي بتشتري مني؟ لا. تصميمات اللي احنا بنعملها بتليق اكتر على اعمار ايه؟ لانه انا اكتشفت امبارح اكتشاف قد كده اهو، اكتشفت انه في مصممين ومصممات ازياء ما بينجحوش علشان هم بيعملوا موديلات والوان لشريحه عمريه معينه ما بيشتروش اصلا. ما بيشتروش من يعني. احنا كامهات من 35 او 40 وطالع، هي بتبتدي تقول لك ايه، انا مش عايزه اشتري، العيال تلبس يعني. انا ولا هم يبقوا هم.
فبالتالي في انا اكتشفت امبارح كده انه في مصممات او مصممين ازياء مش بينجحوا علشان هم بيعملوا الشريحه العمريه دي بس. فحضرتك بقى التصميمات اللي احنا بنعملها تليق على اعمار ايه؟ التصميم بيليق من البنت اللي في الجامعه لحد 65 سنه. برافو. بيشتري مني يعني. حاضر. مين اكتر شريحه عمريه بتشتري منك؟ البنات طبعا، البنات والامهات الصغيرين. طب انا عايزه بقى الامهات الكبار، يعني مش الكبار اللي هم في سني يعني، المفروض اشتروا يا جماعه نفسكم. لا بيشتروا كل الامهات بتشتري، انا بتكلم على الكبار شويه. لما نزلت معرض بصراحه اشتروا مني، كنت فرحانه جدا يا حبيبتي. معانا عائشه. عائشه بحب الاسم ده. مساء الخير يا عائشه. مساء النور. اهلا. ازيك يا شوشو؟ عامله ايه يا شوشو؟ الحمد لله حبيبتي. ازيك؟ وحشاني قوي عائشه. انا بموت فيكي جدا جدا. عائشه احكي لي كده، لما حد بيقول لك يا عائشه انت بتبقي تمام ولا بتصغري وبتقولي انا اسمي عائشه؟ بصراحه ما بقولش لا انا اسمي عائشه، ما بقولش انا اسمي عائشه، بس يعني بس عادي. بس هو طبعا اسمي عائشه. اصل الجيل الجديد خديجه وعائشه وكذا، اي حد يقول لها ايه يا عائشه يا خديجه تقول له انا اسمي عائشه، انا اسمي خديجه. فانا عايزاكي تعملي كده لو سمحتي يا عائشه. اوكي؟ ان شاء الله. مبروك علينا، احنا كسبنا قسيمه شرب 1000 جنيه من قماشه. هندي القسيمه ناخد بدل اللي احنا عايزينه. خليكي معايا، ياخدوا ميادك في الكنترول. معانا ايمان. ايمان. ايوه يا رضوى. ازيك؟ ازيك يا ايموز؟ الحمد لله. عامله ايه؟ عامله انت ايه؟ عسل. تمام الحمد لله. يا رب دايما. هبه قلت لك ازيك يا هبه؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. ايموز احنا شفنا الحاجات بتاعت تصميمات بتاعت قماشه. طبعا قماش معروف يعني. يا واد انت يا جامد انت. طيب احنا كسبنا بقى قسيمه من قماشه. خليكي معايا لغايه في الكنترول. ندي القسيمه، ناخد تليفون واحد كمان يا جماعه، وبعدين باين نحوله للسوشيال ميديا. سكينه حلوه قوي. سكينه الاسامي حلوه بتاعتك. يا سكينه. سكينه ازيك؟ ازيك يا عسل؟ ازيك انت حبيبتي؟ عامله ايه يا زكر؟ انا الحمد لله يا روحي كله تمام. انا بجد من سعيده قوي. انا قبل كده كلمتك برضه يا رضوى. بجد؟ انا مش مصدقه والله ان انا ثاني مره اكلمك. انت نورتي الدنيا كلها يا حبيبي. سكينه احنا محجبات صح؟ انت محجبه؟ محجبه طبعا. طيب مبروك علينا قسيمه من قماشه. خليكي معايا، تاخدي بيدك في الكنترول، تديها الحركات، تاخدي حركات على طول. مش عارفه انا بقول ايه بس مش عارفه. السؤال الاخير، بعد ما ابتدينا نعمل التصميمات ونعمل الملابس، هل هيكون ليها مكمل عندك ولا انت هتكتفي بفكره تصميم الملابس فقط لا غير؟ لا اكيد. قصدك ان انا يعني اكتر من ان هو اونلاين يعني، ولا ان انا شربت. الطرح لا، انا بحب ادي العيش لخبازه يعني. في ما شاء الله ناس فظيعه دلوقتي، اسماء كبيره جدا. مزبوط. دلوقتي وبجيب منهم حاجات حلوه قوي، فكل واحد يبقى في تخصصه عشان يركز فيه. طب هل في تعاون مثلا لما حد بيجي يشتري منك فيقول لك انا مثلا الفستان ده حلو بس مش عارف اجيب طرحته منين، فانت بتقول له؟ على طول. برافو. انت نورتينا النهارده. الله يخليكي. ميرسي قوي. تصميماتك حلوه وربنا يباركك على اللي انت بتعمليه. حجاب يعني فرض يعني، لازم اقول كده صراحه حتى لو مش محجبه. والحجاب المفروض ان هو بيحجب الجمال، لكن في نفس الوقت المفروض احنا كستات لما بنبقى محجبات او انتوا بيبقوا عايزين شكلكم كويس حلو برضو. ده حقك. فاللي انت بتعمليه انك بتعملي حاجات حلوه وفي نفس الوقت بتخلي المحجبه راضيه على نفسها. نورتينا. شكرا على الهدايا الحلوه دي. شكرا. ميرسي. خليكم معانا وتابعونا، وما زلنا معاكم وهي وبس.